السادة المسؤولين المتخصص في القصة دي اللي هيشارك معانا. بس لحد دلوقتي احنا عندنا اثنين متحدثين وكل واحد فيهم اضافة من يعني من جانب. اهمية الجلسة دي ايه؟ ان الوظائف التقليدية في العالم بتنتهي. يعني وظيفة محاسب او وظيفة محامي وبعض الوظائف اللي بالطريقة دي هتنتهي. احنا لحد السنة دي بنخرج من كليات التجارة في مصر 27,000 محاسب سنوياً. حاجة سوق العمل ليهم ايه مع استخدام السوفت وير وبرامج الكمبيوتر وكده؟ اعتقد انها هتبقى ضعيفة جدا. العالم طلع تقرير السنة اللي فاتت اسمه Future Jobs او وظائف المستقبل، طلع في منتدى ديفوس، منتدى الاقتصادي في ديفوس. احنا دلوقتي شغالين في IBDL بالتعاون مع مؤسسة روس ان احنا هنطلع في المؤتمر ان شاء الله وايت بيبر او ورقة بيضاء بتضمن اطار او بتشتغل على اطار وطني. الورقة البيضاء دي او تقدر تقولوا وايت بيبر كلمة مش مفهومة قوي بالمصري، يعني بتطلع استراتيجية او بحث او دراسة عن وظائف المستقبل التي تحتاجها مصر. بمعنى ايه؟ لو مصر مثلا محتاجة زي كل دول العالم وظائف المستقبل، فهي لازم تعد الشباب وتعد الخريجين لهذه الوظائف. معنى كده ان احنا عندنا برامج جامعية جديدة يجب ان تدخل على النظام الجامعي. معنى كده زي ما الدكتور حاتم قال ان احنا لازم نأسس كليات تكنولوجية وتقنية. معنى كده ان احنا لازم نهتم ببعض الوظائف التي يعني يحتاجها المستقبل.